عيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية كاملة. حنا كما كتشوف الحانوت الضبة حداد، وحنا العيد العيد كنجيو نشوطو مع الريوس ونطحنو الشفاري ونطيرو القرون ونغسلو الريوس وكل شيء. مزيان كنشوطو كنغسلو من كل حاجة، كنهرسو الريوس نقيين كنغسلوهم نقيين، ماشي مزيان اللهم لك الحمد. مينا من كل عام، كل عام كنخدمو هاد المينا، كل عام كنغسلو ونشوطو وحنا ماشي في تيسير ديال الله. دوبانا مساكين هما كي اللهم لك الحمد كنلقطوا الطرد الخول. هذا العمل هذا يعني هنا محل جدي، هذا العمل انا كنقوم به من الصغر ديالي ملي كنت صغير. انا كتشوف الاجواء ديال العيد الكبير هنا في مدينه طنجه، كنشوطوا رؤوس للناس، هذه فرحه كبيره ديال الناس طنجه. حنا ماشي كنجيو شي حاجه اخرى، يعني الاجواء ديال تنسناها من الصغر ديالنا مع يعني هذه صنعه الاجداد ديالنا، فهمتيني؟ يعني من الصغر ديالنا حنا هنايا هذه سنة. اش غنقول لك؟ دابا دخلت شي 15 عام وانا كن هذا طول العام، ماشي العيد العيد، انا طول العام هنايا. مناسبة عيد الأضحى كنهنيو جميع المغاربة وجميع المسلمين قاطبة، وكنجيو لهاد المنطقة ديال الحدادين لأنها مشهورة في طنجة من تاريخ قديمة بزاف، باش كيعاودوا لنا الحوالة ويشوفوا لنا الريوس، وكنحيو معاهم الأحياء ديال المناسبة الدينية. يعني ديك الحلاوة ديال العيد ما نعيشوهاش إلا عملنا داك الشيء هذاك في الدار، يعني أحسن كنجيبوه من هنايا باش منا يعني كنشوطوا الريوس هنا، يعني كيعجبنا نشوفوا هاد اللحظة هذه لأن ما كتعاودش، يعني اللحظة يعني مزيونة بزاف. Thank you.